في مصر إن شاء أكيد. الله. طب المؤتمر ده بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وده لوحده يعني خبر كويس جدا، مش ما لا لم تتدخل فيه وزارة خالص، التربية والتعليم. طب حاولتوا توصلوا لهم؟ حاولتوا احنا كنا تطلبوا منهم ان هنحاول هم بس مع يساعدوكوا؟ التعديل الوزاري المتكرر وكل شوية نسمع ان الوزراء بيتغيروا، فقررنا ان احنا لا ما نتعاونش مع الوزارة. كمان الطلبة جولنا بعدد كفاية من الفيسبوك، فاحنا كنا هنعمل الخطوة دي لو ما جالناش طلبة كتير، هننزل المدارس ونقول لهم على المؤتمر وندعيهم وكده، بس يمكن لا الخطوة مفيش. دي تكون مهمة بعد كده في المستقبل، يعني أكيد حتى عشان يعني مش بس ان فكرة ان الوزارة مثلا ترشح لكم طلبة او تبعت لكم طلبة، قد ما ان هي ممكن بعد كده تستخدم الفكرة دي او تطورها صح، بشكل اكبر على كل الجامعات. احنا حتى اوريدي بدأت دلوقتي طلبة من جامعات يطلبوا مننا ان هم عايزين يعملوا مؤتمر موازي للمؤتمر بتاعنا واتكلموا معانا، بس هم لسه ما كلموش الجامعات عندهم، فاحنا مش هنقدر بس نقول عنهم لحد ما هم يتفقوا عند الجامعات بتاعتهم. بس هيبدأوا يعني الناس متشجعة قوي من اول الافتتاح، قرروا ان هم عايزين يعملوا نفس المؤتمر عندهم عشان يوسعوا الدايرة، وده اللي احنا عايزينه مش دكتور، اكتر. المؤتمر اللي بيدعمه ماديا الجامعة الأمريكية ولا في مثلا رجال أعمال أو مؤسسات أخرى لا، بتشارك؟ اللي بيدعمه تماما دلوقتي هو مكتب تنمية الطلاب في الجامعة الأمريكية، فكل الدعم جاي من جوه الجامعة الأمريكية، وده دور مهم للجامعة. أي جامعة في مصر لازم تعمله، إن هو خدمة المجتمع اللي حواليها، ولازم أي جامعة في مصر تبقى فاهمة تماما إن دورها مش بس تعليم ومجرد إن الطالب يخش المحاضرة ويخرج المحاضرة ياخد امتحان. دور الجامعة أكبر من كده بكتير، دور الجامعة الأساسي هو تنمية المجتمع المحيط بالجامعة دي. ودوت هو ده يمكن اللي بيخلي الجامعه تتشجع ان هي يعني تحط فلوس او تصرف على الانشطه دي، لان مش بس فيها تنميه للناس اللي جايين يحضروا المؤتمر، لكن كمان فيها تنميه للطلبه بتاعه الجامعه. انا متاكد ان منا استفادت كتير جدا 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 في الاعداد للمؤتمر، وهي بتبص على كل تفاصيل كل حاجه فيها في الاعداد، مثلا للجلسه الافتتاحيه، الزوار جم ولا ما جوش، الزوار مين طبعا هيتكلموا، ايه نظام الكلمات هتبقى ايه، طب البلاد اللي جايين من بره هيقعدوا فين. فهي اتعلمت حاجات كتيرة جدا جدا، اكيد يعني الجزء بتاع الإدارة عندها زاد كمان شوية، المانجمنت عندها زاد شوية كمان، فدي كلها فايدة للكل، فايدة لي انا كمان، ان انا بقعد اسمع الولاد الصغيرين بيقولوا ايه، بيتكلموا ازاي، بيفكروا ازاي. في بعض الاحيان احنا لما بنكبر بننسى ان كنا ازاي واحنا صغيرين بنفكر ازاي، ودي بتبعدنا شوية عن الـ عن الـ عن الجيل اللي بعدينا، وفي تواصل الاجيال ده مهم. فانا عايز اقول لك ان انا لما حضرت الجلسه الافتتاحيه كان في ولد وقف اتكلم عن هو عايز يعمل ايه، انا كنت منبهر جدا بيه، ما كنتش متخيل ان في حد في السن ده يقدر يتكلم الكلام ده. وبعدين لما رجعت وانا راجع في الطريق كده بفكر، قلت انا برضو نسيت وانا صغير كنت بفكر ازاي، لازم ابقى دايما فاكر الحكايه دي، لان دي اللي بتخليني قريب من الجيل اللي بعديه، وده مهم جدا جدا. هيستمر من المؤتمر في السنين الجاية ان ولا شاء الله. متوقف على نجاح السنة دي؟ يعني لا هيتحدد كده استمراريته ولا احنا لا؟ متفائلين ان هو ان شاء الله ينجح، بس لا احنا في خطتنا ان هو يكمل السنين حتى بعد ما احنا هنتخرج من الجامعة، هنسلمه لحد تاني او هنعمله يبقى بروجرام خاص بينا ونكمل فيه. هنكمل طبعا كملوا ان لازم. شاء الله. عدد اللي موجودين معاكي قد ايه لحد في دلوقتي المنظمين صغير جدا، يعني عايزة اقول لك ان الناس اللي شايلة مسؤولية بجد ما يتعدوش الخمسة، والناس اللي تطوعوا معانا يوم الافتتاح ان هم بس يبقوا مع الباصات، يبقوا في الاوتيل، يبقوا في الحاجات دي، ما تعدوش العشرة. فاحنا مجموعة قليلة قوي، وحتى كان مؤتمر كان المفروض هيبدأ يوم 29 اللي هو امبارح، بس هو بدأ يوم 16، فضغطنا جامد في الوقت والعدد كمان قليل، بس احنا عندنا حافز مخلينا نيجي على نفسنا ونضغط مذاكرتنا ونضغط حياتنا عشان خاطر المؤتمر يكمل. يعني أكيد. دكتور حضرتك كنت بتقول أنا مش فاكر وأنا صغير كنت بفكر إزاي، فلازم كل شوية أعمل نفسي أبديت كده أفتكر الجيل الجديد بيفكر إزاي وبيتصرف إزاي. أنا بقى فاكرة إنه إحنا صغيرين كان أحيانا بيبقى عندنا أفكار كويسة جدا وجيدة جدا، ونقدر نعمل لها ننميها ونقدر نخلق منها فعلا ابتكارات، بس ما كناش عندنا طريقة العرض ازاي نعرضها. عشان كده ما دخلنا الجامعة ابتدوا يعلمونا بقى ازاي يبقى عندك نيجوشيشن وكوميونيكيشن سكيلز، او عندك المبادئ اللي تخليكي تعرفي توصلي فكرتك للي قدامك. هل بتعملوا ده في يعني في سيشنز او في كورسات معينة داخل المؤتمر بتعلم الاطفال دول ازاي يقدموا مشاريعهم دي؟ صح، منا وهي بتعرض الفكرة قالت من شوية ان هي كمان كل واحد هيقدم البحث بتاعه بعد كده، ففي تقديم البحث بتاعه يبقى فيه هيبقى فيه جزء كمان ان احنا نقول له ازاي يقدمه، بالظبط. لان طريقه العرض بتفرق كتير جدا. ممكن يبقى البحث كويس جدا لكن طريقه العرض مش كويسه، فما يوصلش المعلومه صح للي قدامه، فبالتالي ما العرض ما صحيح. يلاقيش قبول. فطبعا مهمه جدا جدا طريقه العرض، مهم ان الولد يقدر يقدم البحث كتابه وعرضا بطريقه كويسه،
وطبعا انا متاكد ان احنا هنركز على الحكايه دي، لازم نركز عليها لان دي جزء جزء يعني مهم جدا من البحث العلمي كمان، يعني خصوصا الاطفال يمكن بيبقى كمان ما عندهمش جرأة كافيه ان هم فعلا يعني يتقدموا بافكارهم باسلوب عادي كده وبسهوله. تمام. هم حتى لو الدكتورز كان دورهم هيكون مقتصر مثلا على الابحاث او على طريقه الكتابه او كده، فاحنا تعاوننا مع نشاط بتاع طلاب هو من جامعات حكوميه وخاصه برضو اسمهم كورد، دول بيعلموا الطلبه ازاي يعملوا روبوتس اللي هي الانسان الالي، ازاي يعملوا الحاجات دي وينتجوها وكده، وهم عندهم جزء كبير وفريق كامل شغال في برزنتيشن سكيلز وازاي يعملوا تشجيع للطلبه ان هم يعرفوا يتكلموا ويقدموا الفكره ازاي، طب يعمل فيلم صغير ازاي يقدمه للناس. فهم ومخصص لهم وقت في السيشنز بتاعه الابحاث، يعني الدكتور هيبقى مثلا ساعتين مع الطلبه وهم هيبقوا ساعتين مع الطلبه، الدكتور يعلمهم الماده العلميه نفسها ويتابع الابحاث وجودتها وطريقه الكتابه وكده، وهم هيعلموهم الحاجات بقى بتاعه الشباب والاطفال الصغيرين. احنا قلنا في عدد من المشاركين من المحافظات وفي عدد من القاهره، الابحاث دي هتتقدم بالعربي ولا بالانجليزي؟ هو احنا كنا فاتحين المؤتمر بالعربي وبالانجليزي، حتى الفيسبوك عاملينه بالعربي، كل حاجه بالعربي، بس بالمناقشه مع الدكاتره اكتشفنا ان المعلومات العلميه نفسها عشان تكون بجوده عاليه هتكون بالانجلش، يعني هم عشان يوصلوا لها هتكون بالانجلش، فهم يعني لو هيبحثوا بالانجلش وهيجيبوا المعلومات بالانجلش، بس لو حد فيهم محتاج ان هو يقدم البرزنتيشن بتاعه بالعربي او مش عارف يعبر عن الافكار بتاعته غير بالعربي، ليه لا؟ يعني احنا مش جايين نعمل لهم عقبه، احنا عايزين نساعدهم بنفتح لهم. انا خايفه ان اللغه هي اللي تبقى عقبه. ما هي دي عقبه وكبيره، اللغه عقبه كبيره، فاحنا عشان كده شلناها، يعني حتى في الابحاث بس لو احتاجوا مساعدتنا في اللغه او ان هم يترجموا او كده هنكون معاهم اكيد. يعني هي لو اتفتح الباب للاثنين يعني بالعربي وبالانجليزي يمكن تبقى اسهل. حتى استمارات على فكره الاسئله بالانجليش والناس مجاوبه بالعربي عادي جدا، احنا متقبلين كل حاجه. تمام. دكتور ايهاب عبد الرحمن رئيس قسم الفيزياء بالجامعه الامريكيه، بشكرك نورتنا. ومنة الله شرف صاحبه فكره والمسؤوله عن مؤتمر العلماء المصريين الصغار، بنشكرك ونورتينا. عايزين بقى نعرف بعد المؤتمر ان شاء الله يعني في نوفمبر الجاي نتائجه كانت عامله ازاي. اتمنى لكم التوفيق. شكرا جدا يا فندم. مشاهدينا لسه تابعونا، لسه معانا فقرات تانية في نهاركم سعيد.